يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك أستاذ. الله يرضى عليك، بدي هالكم غرض مكتوبين بالورقة. عفوا أستاذ، بس الخط مو واضح. إيه الحق معك، لأنه هذا خط دانا بنتي، الدرسانة بتكتب مثل خرابيش الجاج. إيه سيدي، بدي 10 دفاتر 50 طبق عربي، و5 دفاتر 100 طبق عربي سلك، ودفترين رسم، والبراية العجيبة عدد 2. دخلك شو البراية العجيبة؟ هذا شي منه كتير أستاذ، كل يوم بيخترعوا 100 اسم و100 ماركة، وغيره؟ بدي المسطرة السحرية عدد 2، والمحاي روكو عدد 5، وقلم بوكيمون أزرق عدد 4، وقلم سازوكي أحمر عدد 4 كمان. على عيني، غيره؟ وبدي... شو هاي؟ والله ما عم تنقرى معي، تنقرى معك يا ترى؟ ايه، شنطاية ابطال الديجيتال وترمس عدد 2. هذا خط ابني عمورة. الله يسلم لك يا. كم ولد عندك البركة استاذ؟ عمورة ودانا، ما في غيرهم. الله يخليهم. اصبح الله يخليك. اعطيني هلا الاغراض اللي حكينا فيهم مبدئيا، وبعدين بنكمل، لاني بدي اغراض شخصية الي. ايه تكرم استاذ. الله يسلمك. شبكي نادرة، خفي ايدك شوي، رح تصير الدنيا الظهر. صرت حافر 20 كوساية وانتي ما فرمتي جرستين. ايش شايفتيني عم بلعب؟ لك امي مو مسألة عم تلعبي، بس نحنا لازم نودي الخضرة لابو عمر، بيكون الزلمة واعد الزباين وعم بيستنى لحتى نجيب له اياها. ايشو هاد يا، والله مليت يا امي، رح اطق كل النهار عم اقضي على فرم بقدونس وحفر كوسة وتقميع بامي وتفصيص بزاليا، ايش بشي بيطالع الروح. طيب شو بدنا نساوي يا بنتي؟ بدنا نعيش. ابوكي لما مات الله يرحمه ما ترك لنا غير الشقه، شو بيطلع بايدنا نساوي وما ساوينا؟ صحيح، بس انا لو كنت متعلمه واخذه شهاده ما كنا بحاجه لكل هالشغل اللي بيهد الظهر، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، والله يجازي اللي كان السبب. عمك ضل يزن براسه هيك لحتى طالعك من الصف الرابع. يلا، في حدا؟ اهلين استاذ كمال، تفضل. الله يعطيك العافيه ام حسن. الله يعافيك. كيفك نادره؟ الحمد لله ماشي الحال. ايه ام حسن، تفضلي. وهي اجره الاوضه. ليش مستعجل بكير؟ اليوم 29 بالشهر. لك يا ستي ماشي الحال، بيروحوا من طريقي. شو جايب معك استاذ؟ هدول اغراض لدانا وعموره. الله يخلي لك يا الله يسلمك نادرة، تسلمي. الله. نادرة؟ نعم استاذ. انت نازلة على السوق اليوم؟ ايه نازلة، اذا بدك شيء قلي. ممكن تاخدي لي هالقرطاسية لدانا وعمورة؟ تكرم عينك استاذ، ولو على عيني وراسي. بتعرفي بيت امه المهم؟ ايه بعرفه، ورا دكانة ابو عمر. تمام، يسلموا ايديك يا سلفان. الله يسلمك استاذ. هو صدقيني يا نادرة، ما كنت عزبتك بهالشغلة لولا اني كل ما بروح لعند امهم بتتعربش فيي وبتتبلاني وبتعيط علي وبتنكش المشاكل من تحت الاضافير. والخانم مع انه صار لنا مطلقين سنتين مفكرة انه لسه لها مواني وسلطة علي لانه الاولاد عايشين عندها. ولا يهمك استاذ، ولا يهمك، انا بوصل لك الاغراض براسي. كتر خيرك مرة تانية. امي، ليش الاستاذ كمان مطلق مرته؟ لك انتي شو بدك بهالحكي؟ شغلتك هالشغلة؟ يلا قوام البسي وجهزي حالك مشان تودي الخضرة لأبو عمر. يلا الله يرضى عليك، قومي. حاضر. شو من وين صوت هالزلغيط؟ بجوز حدا من الجيران عم يجوز ابنه أو بنته.
وين طالعه؟ لحظه هلا برجع. الله يبعث نصيبك يا نادره، يطعمني ولا يحرمني يا حق. شو من وين هالزلغيط يا نادرة؟ يمكن من بيت النبيل. ليش شو في عندهم؟ بيظهر بنتهم انخطبت. ايوه، ان شاء الله على بالك يا رب. الله يسلمك. شو؟ عرفتين مانا الزلغيط؟ هي خلود بنت ام نبيل اليوم كتب كتابه. شو عرفه؟ الزلغيط من عنده. شايفه على هالنصيب؟ من طول عمري بقول هالبنت لا يمكن تتجوز، اللهم الاعتراء، قصيره وسمره مكالحه وانفه طويل وعيونها فيهم شكه. بس شوفي ربك سبحانه جبار الخواطر، بليله ما فيها ضوء قمر انفتح نصيبه وانكتب كتابه. يظهر كل بنات الحاره رح ينخطبوا مع داي. طولي بالك لك امي، كل شيء اسمه ونصيب. بكرة إن شاء الله لما بدك تجي. خلصنا، جهزي لي هالأغراض رايحة ألبس. اتركي عنك، اتركي عنك. سلمك زين. ولو تفضل، هاي الاجره. يسلموا الايدين. بس هدول اجره محلين. ايه مزبوط، انا اخذ محلين. ولو انت غالي على قلبنا كثير، رح اخذ منك اجره محل واحد بس. تفضلي. شكرا، كتر خيرك. ولو يا انسه ما في شي محرز. شو ابو حميد ما خطبت؟ والله يا صاحبي صفيان علي شويه دين من حق هالميكرو، بس لانه فيهم منفكر بالموضوع بشكل جدي. وإن شاء الله لقيت بنت الحلال، ولا تاركها على التيسير؟ لا والله ما لي تاركها، عم ندور. ولك سيدي انت نوي بس وقول يا زواج وربك بسهلها، بعدين البنات ما في أكتر منهم على أفهميني شي. مزبوط، ما بقلك لا، بس أهم شي تكون مرتبة. ما بخفيك بدي إياها تكون ست بيت ممتازة. الله يعطيك العافية يا نادرة، بس بصراحة إلي ملاحظة صغيرة. شو هي؟ البقدونسات خشنين شوي، يا ريت تنعميهم أكثر من هيك بيكون أفضل. حاضر عمي أبو عمر، حاضر. ويا ريت تبكري بجيبان خضرة أكثر من هيك، لأنه الزباين بيحبوا يتسوقوا خضرتهم على بكير. على عيني، بس أنتوا تأخرتوا بتسليم الخضرة مبارح. الحق معك، مبارح نعيم كان مرضان، ولهالسبب بعتها مع صانع تاني ما بيعرف البيت منيح، مشان هيك تأخرنا. سلامتك سيد نعيم. أهلين، الله يسلمك. تفضلي نادرة، وهي 500 ليرة على الحساب. يسلموا الإيدين، معوضين إن شاء الله. واليوم رح أبعث لكم شوال البازيلا حتى تفصصوها، بس بدي إياها جاهزة بكرة الصبح الساعة 8. تكرم عينك عمو أبو عمر، بس يا ريت تبعث لنا شوال الخضرة اليوم مشان نفصصه بالسهرة أنا وأمي. بخاطرك. مع السلامة. حليل. أنا من طرف الأستاذ كمال. خير يا طيب، شو بده كمال افندي؟ ما في شي، بس الاستاذ بعت معي شويه اغراض مشان دانا وعموره. وشو الاغراض بقى؟ قرطاسيه للمدارس. منيح تذكر يبعتهم. تفضلي. لا مش مشرانيه، معه حق يطلقهم.
يعطيك العافية. أهلين وسهلين. بدي كاسة بوزة لو سمحت. على شو بدك ياها؟ ما حلك تعرف شو البوزة اللي أنا بحبها؟ يا أنسة أنا زبايني كتار، بقى شو بدي أحفظ لا أحفظ؟ أنا عادة باخدها على فريز وليمون. إيه تذكرت، ذوقك حلو يا أنسة. لا لا لا، مو ذوقك حلو، حظك حلو كمان، لأنه مو بقيان غير وحدة. تفضلي. يسلم. الله يسلمك. وينك لهلا؟ غلي قلبي عليكي، إيه صارت الساعة 2:15. وين بدي كون يعني؟ مشيت شوي بالسوق دايخي. اسمعوا ولا الحكي، أنت رايحة تقضي شغل ولا تقضي مشاوير وشمت هوا؟ أمي، من شان الله لا تزيدي علي، من غير شي دايخي. شو يعني؟ ما بحق لي شم شوية هوا مثل باقي هالعالم والخلق؟ ولا نادرة حرف ناقص؟ إيه طيب طيب، غيري لي هالحديث. جبتي المصاري من عند أبو عمار؟ إيه جبتهم، وعطاني بس 500 ليرة. تفضلي. بس نحن قلنا معه 1700 ليرة. ما بعرف أمي، قال هي سلفي على الحساب. الله يعطيك العافية، ماشي الحال. خدي مني هالصينية أمي. لشو هاي الصينية؟ طالعيها للأستاذ كمال. تفضلي. أهلين نادرة. ماما اشتهتك بهالأكلة. يا عم شو منكم؟ ليش عذبتوا حالكم؟ يسموا الديات. ولو أستاذ ما في شي من واجبك. معلش شوف هالصورة. ولو على حسابك، تفضلي. يقبشوني هالولاد شو زراف. هدول ولادك الله يسلمهم، ما هيك أستاذ؟ إيه والله ولادي، وللأسف أمهم ما بتخليهم يجوا لعندي. يو، وليش بقى؟ شو بيعرفني؟ بتخاف اخطفهم او اعصى فيهم. عم قلك تعبتني، مرمرتني مع اني مطلقه. لا، والقانون بيوقف بصفها وبيعطيها حق الحضانه، وقسما بالله لو عرفوا انه فيوزات طائعين كانوا مرسوا الاولاد من عندها وما خلوها تنيمهم عندها ساعه واحده. صحيح استاذ حضرتك بتكتب بالمجلات وبالجرايد وبتطلع بالاذاعه؟ صحيح، الي مقالات منشره بالصحف والي بعض اللقاءات الاذاعيه. شو؟ حاسس فيه بتمك حكي؟ احكي نادرة احكي، لا تستحي. هو انا عندي طلب بس خايف يعذبك. لا ولو عذابك راحة يا نادرة، احكي شو بدك وانا حاضر. بصراحة بدي اياك تكتب لي مكتوب. مكتوب؟ لمين؟ بعدين بقلك. بقى شو رأيك استاذ؟ بصير ولا ما بصير؟ تكرم عينك، ليش لحتى ما يصير؟ بس اليوم بدك تعذريني، مالي فاضي. بكرة الساعة واحدة، ماشي الحال؟ ايه مو مشكلة، أنا ماني مستعجلة. أستاذ بس مو ضروري تقلها لأمي، أنا ما بدي إياها تعرف. تكرم عينك، ما رح أقلها. ماشي.
بدك صراحة، النهاية السابقة لروايتك كانت أحلى بكتير. بالله عم تحكي جد؟ ليش؟ لأنه بالمرة الماضية كان لبطل الرواية أكثر من خيار، هلأ ما نكترك له غير خيارين اثنين بس، يا السفر يا الموت. صحيح، وعم فكر ما خلي للبطل غير خيار واحد وهو الموت. أطول بالك كمان، لا تخلي تشاؤمك يأثر على كتابتك. هيك فكره؟ طبعا. ما قلت لي وين فكرت تطبعها؟ يعني عم فكر اقدمها للجهات الرسميه، يا بالوزاره يا بالاتحاد. طيب وبلكي رفضوا يطبعوا لك اياها؟ والله وقتها رح ارميها بشي درج، لانه بصراحه ما معي مصاري اطبعها على حسابي. شبك كمان هلا هيك رح نقضيها؟ صاير سوداوي كثير انت، ها ما الك بالعاده. سوداوي ولا بيضاوي ولا زهراوي، كله متر بعضه. بصراحة أنت لازم تتجوز مرة تانية، ما بيصير أبداً تضل على هالحالة، لأنه رح تبقى تشوف الدنيا سودة بعينك. لا حبيبي لا، ما حزرت، بكفيني التجربة اللي مريت فيها وما لي ناوي أوقع بالحفرة مرة تانية. أوف، صارت الساعة 1:15. وشو يعني؟ يعني صار لازم روح هلأ. لوين؟ لوين يعني؟ على غرفتي. أوف، صاير عم بتروح بكير، شو القصة؟ بدي أكتب مكتوب. مكتوب؟ لمين؟ لجارتي. ايوه يا عم، اظهار وبان وعليك الامان. شو بيظهر؟ رجعت تراهق من جديد؟ لا يا زلمه لا تفهمني غلط، المكتوب لجارتي نادره، خدمه يعني، هي ما بتعرف تكتب مكاتيب وبدها مساعدتي. ايوه هلا فهمت عليك يا ابو قلب حنين. ما قلتي لي نادره لمين بدك تكتبي الرساله؟ لواحد شاب بحبه وبيحبني. نعم؟ معقول؟ ليش مو معقول استاذ؟ شو ناقصني؟ لا مو هذا القصد، الحمد لله مو ناقصك شيء وما شاء الله حولك. أنا فهماني عليك استاذ كمال، بعرف شو بتقصد، بس يعني شو ذنبي إذا كان الله هيك خلقني؟ شو أعمل؟ أنا بشر كمان، أنا عندي قلب وبدق مثل كل البنات، عندي مشاعر وعواطف، أنا ببكي يعني ببكي لما بشوف فيلم عاطفي على التلفزيون. وإذا معك حق، معك حق، لا تكملي، أنا آسف كتير إذا أزأت التعبير. طيب ممكن أعرف اسم هالشاب اللي بتحبيه؟ طبعا حتى أكتب اسمه. أنا بكتب اسمه، أنت خلي لي محله فاضي. حبيبي شو بدك تقلي له بالرسالة؟ بدي أقول له إنه أنا بحبه كتير، ويا ريت شوفه كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. وبدي أسأله، بدي أسأله يا ترى هو بيحبني؟ ويعني إذا كان هو كمان بيحبني حيكون هذا أسعد يوم بحياتي. وهيك بدي روح أنا وياه بسفينة بيضاء ونبعد عن كل الناس وننساهم وينسونا. يا سلام عليك يا نادرة، صدقيني انت ما بدك حدا يكتب لك، انت بتكتبي عن بلد. لا استاذ الله يخليك لا تمدحني، اكيد انت بتكتب احسن مني بكتير. طيب ولا همك حبيبي، رح اترك لك هون فراغ حتى تحطي الاسم منيح. هيك اسمك لحن يتراقص عليه قلبي فرحا، والشوق إليك يأكلني.
هدول طلعوا 7 كيلو 300 جرام. بقى شو القصة يا نادرة؟ أم سعيد عم يطلعوا معها 7 كيلو 500 جرام. شبك يا شاردة؟ عم بحكي معك. لا ما في شيء، ما في شيء، سلامتك. اليوم المساء رح أبعث لكم فطر وفول وكوسة، لا تأخري فيه هون، الله يرضى عليك يا. تكرم، عمي أبو عمر شو وينه نعيم؟ ماني شايفته اليوم. نعيم ترك من هون من المحل وراح يشتغل بسوق الهال. طيب، بدك شيء؟ سلامتك. يعطيك العافية. أهنيت. شو وينه صاحب الكشك؟ أنا بداله، شو بديك؟ بدي بوزة. على شو بدك ياها؟ أنا عادة باخذها على ليمون وفريز. والله ما عندي خالصة. يسلم. أهلين نادرة. قلت لك كاسة ليمون مشان تروق دمك. يسلم وديات، ليش معصبة حالك؟ لا ولو أستاذ، بدي منك خدمة صغيرة. هي على عيني وراسي، تفضلي اطلبي. بدي إياك تكتب لي رسالة تانية للشاب اللي بتحبيه. إيه. ليش الرسالة الأولانية وصلت؟ ما بعرف، ماني متأكدة، مشان هيك حابة أبعت له رسالة تانية. وشو رح تقلي له فيها؟ بدي أقول له يعني إذا أجا يخطبني أنا موافقة، وأمي كمان موافقة، وما رح نختلف على قصص المتقدم والمتأخر. يعني أنا بس بدي بدلة العرس، هيك حابة أرقص فيها يوم عرسي. أنا راح أشقى لعمتك بالبيت ساعة زمان وراجعة، تروحي معي؟ إذا بدك تروحي قومي البسي والحقيني. لا ما بدي أروح، مو جاي على بالي. لك بنتي، ما بصير تزعلي من عمتك لأنه ما خطبتك لواحد من أولادها. خلصنا بقى، نسيلي هالقصة، خلصينا. مالي زعلانة أمي، مالي زعلانة، بس اللي خطبتهم مالهم أحسن مني. ماشي، خلصي اللي بين إيديكي وبلشي بالغدا لبين ما أرجع. حاضر أمي. خاطري. مع السلامة، الله معك. أنا البوسطجي يا أختي، معي مكتوب للأنسة نادية. يسلم. حبيبتي الغالية، ترددت كتير قبل ما أكتب لك هالرسالة، بس مشاعر الحب فاضت بقلبي وما عاد أقدر أتحمل. أستاذ كمال، أستاذ كمال، أستاذ كمال، أستاذ كمال، أستاذ كمال، أستاذ كمال، إجاني الرد أستاذ كمال. شو صار لي أنا؟ طلع الأستاذ كمال قدامي من ساعتين. شفتك أكثر من مرة، وكانت هالمرات اللي شفتك فيها كافية حتى تخليني أحبك وأتعلق فيكي. أنا بحبك، صدقيني بحبك من جوات قلبي. حاولت كتير أحكي معك وغازلك، بس لساني ما كان يطاوعني، وصدقيني أنت أول حب حقيقي بحياتي. هاد
بعافية عنك. لا معلش يسلموا إيدك. لا والله ما بصير، ولو بدنا خدمة محرزة، ولو رح شوفك بكرة ما؟ لا أكيد رح شوفك. صباح خير. لا تأخري. مع السلامة. ليش ما أخذت مني إجرة؟ يا أنسي حدا بياخد من الغالين على قلبه. لك شو صار معك أبو حميد؟ ما خطبت؟ لا والله لسه ما خطبت، بس أكيد رح أخطب، رح أخطب أكيد. يعطيك العافية. أهلين أنسي نادر. ليش بخرتي؟ عم تتعبي ما هيك؟ الله يعطيك العافية. شو بدنا نساوي؟ بدنا نعيش. ولك مو حرام هاليدين يتجروحوا؟ ولا يهمك يا نادرة، بكرة بس نتجوز أنا وياكي ما رح خليكي تمسكي شي فيه وراح ريحك كتير. تفضل يا التفاح، لأنه التفاح للتفاح. يعطيك العافية. ولك أهلين وسهلين بالحلوين، أهلين وسهلين بالليمون والفريز، أهلين بالأناناس والمنقع. دي كاسة بوزة لو سمحت. ولك أنا اللي بدي بوزة وتلج مو أنت. ليش؟ حتى برد قلبي اللي رح يحترق بسببك يا نادرة. ايه على مهلك، على مهلك شوي، لا تتهور. ما عاد أقدر يا نادرة، ما عاد أقدر. تسمحي لي بسؤال؟ تفضل اسأل، سأل ما بدالك. بقدر أعرف وين ساكني؟ مشان شو؟ لا تسأليني، لأني بعد كم يوم حأبعت أمي لعندكن ورح أدق الباب، حدق الباب وتدقه، رح أدق الباب وتدقه. يا نادرة، نادرة وينك لك أمي؟ شو بنتي؟ أهلين أمي. الظهر كنتي نايمة مو هيك؟ لا أبداً، بس حسيت بشوية وجع راس، فتت لأتسطح وارتاح شوي. سلامتك، جيب لك حبة وجع راس؟ لا مشي الحال، ما فيني شي. أصبح سبقيني على المطبخ لبين ما غير ثيابي. إيه يلا. يلا في حدا؟ أهلا وسهلا، تفضل أستاذ كمال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم حسن السلام. شلونك؟ الحمد لله. مرحبا نادرة. أهلين أهلين أستاذ. نادرة بتزيد إلي، بتسلم عليك يا عمتي. الله يسلمك أمي. يا ريت تبادليني مشاعري حتى نتجوز ونبني أسرة سعيدة وننجب أجمل أطفال. أنا البوسطجي يا أختي. بوسطجي؟ إيه البوسطجي. خير يا أخي، شو بتريد؟ أختي أنا من شي ساعة تقريبا أعطيتكم مكتوب بالغلط. مين أخده منك؟ يمكن أختك اللي أخدته مني. لا هي بنتي. نادرة، نادرة، لك شو بك ما عم تردي؟ تعي. نعم، شو بدكم مني؟ أمي هاتي المكتوب اللي أخدتيه من الرجل. أنا ما أخدت شي. إيه شلون ما أخدت شي؟ أنا أعطيتك إياه بإيدي. إيه إيه صحيح، بس هذا إلي، إلي أنا، مو لحدة تاني أبدا. لك يا أختي هذا المكتوب لوحدة تانية ساكنة بالشارع اللي بجنبكم اسمها نادية. لا مو اسمها نادية، اسمها نادرة، يعني أنا. لا تحلم إني أعطيك إياه أبدا. لا تضريني يا أختي مشان الله، بيعاقبوني بعدين، الشغلة مو لعبة. ما رح أعطيك شي، ما رح أعطيك شي. يا
بنتي اعطيه المكتوب، اعطيه وخلصيني. شلون بدي اعطيه؟ هذا المكتوب الي الي انا، بعت لي يا حبيبي، شلون بدي رجع لي هسه معانين الي بموت الي. طولي بالك يا حسن، طولي بالك. استاذ كمال دخيلك، البنت بدري شو صار له. معلش ولا يهمك، ما صار له شيء، طمني. ولا شو صار معكم يا اختي؟ بدي يتيسر مشوني. طول بالك يا اخي، طول بالك شوي، رح اجيب لك المكتوب ولا يهمك. نادرة، نادرة افتحي الله يرضى عليكي. نادرة عطينا المكتوب. تفضل اخي، اي المكتوب يا حبيبي؟ فاتحينه كمان؟ يعني ما شفتوا انه الاسم غلط؟ شو بدي له لاصحابه هلا؟ يا اخي لا تعقدها، شو صار يعني؟ الا فتحوه بالغلط، مو مشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله معك. نادرة تفضلي تفضلي. كيف صرتي؟ ماشي الحال، عايشة من قلة الموت. لا سلامتك. ولو استاذ ممكن اطلب منك طلب؟ هي تفضلي. بدي اياك تكتب لي مكتوب. لمين؟ لحبيبك؟ لا إلي. إلك أنت؟ إيه، جواب على الرسالة اللي بعتها. تكرمي، تكرم عينك. إمتى بتكتب لي إياها أستاذ؟ ولا يهمك، الرسالة جاهزة. جاهزة؟ ليش عرفك إنه أنا رح أطلب منك هيك طلب؟ هو توقعت هالشي ومشان هيك جهزت لك الرسالة قبل بسلف. ما بعرف، تحبي تسمعيها؟ ايه تفضل. عزيزتي نادرة، انا عم تابعك من فترة وحاسس فيكي، حاسس قديش مظلومة وقديش في عندك قلب كبير، ويمكن هذا اللي خلاني حاكيكي هالحكي، لانه مثل ما انتي بحاجة لحدا يكون معك ويشاركك حياتك، أنا كمان بحاجة لهذا الحدا، لأنه بصراحة في فراغ كبير بحياتي، فيمكن إذا تجوزنا تنسد هالفراغات اللي عندي وعندك. نادرة، نحن الاثنين مظلومين ونصيبنا من هالدنيا قليل كتير وما لنا حظ أبدا، وأنا بشوف أنه نحن الاثنين مناسب بعض كتير. هو صحيح أنا أكبر منك بالعمر، بس هالشي لصالحك يا نادرة، لأني رح أدللك كتير. ما بعرف شو رأيك؟ بشو؟ أنا عم أطلب إيدك، تتجوزيني؟ هي أحلى رسالة، أحلى رسالة بسمعها بحياتي. أنا ما نمسدها يا ناس.